الورق اللي انا مضيته ده كله. ما هو اللي عايز يتعامل مع الحكومه لازم يتعود على الاوراق دي. كل ده عشان اعمل جمعيه خيريه؟ ما تلاقيش، ما انا خلاص خلصت كل الاجراءات، مش فاضل غير توقيع 2 من المؤسسين. مين ايه ده؟ انا مقدمه لوحدي. ما تصدعيش دماغك انت، هو القانون كده، عشان تنشئي جمعيه خيريه لابد من 10 مؤسسين. 10؟ ده ولا فريق كوره. مش قلت لك ما تصدعيش دماغك؟ ما انا خلاص جمعتهم وقدمنا وخلصنا كل الاجراءات. اقل من 15 يوم هيكون صدر ترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي. هيبقى عندي دار ايتام؟ وهتقدري تعملي كل اللي عاوزاه. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد يا مصطفى. الدار دي حلم من زمان نفسي احققه. ما دام نيتك صافيه ربنا هيكون دايما معاك. بس تفضل جنبي، انا من غيرك ما اقدرش اعمل حاجه. ما تشيليش هم، انا جنبك وهفضل جنبك على طول. طيب ايه بقى الخطوه اللي جايه؟ حاجتك بكره تشوف الارض اللي هنبني عليها دار الكرمه لرعايه الايتام. الارض دي تخص عميل عندي، عرضها للبيع لانه مديون للبنوك ولازم يسدد. حلو، مساحتها ايه الارض دي؟ فدان واربع قراريط. فدان واربع قراريط، يعني 4900 متر. ايه ده؟ ما شاء الله عليك، يا الله اكبر. بالظبط كده. وطالب فيها 500 جنيه للمتر. طب يلا يا متر، شوف امتى انت جاهز ونمضي العقود. بس انا بقى هقدر اخلصها على 400 جنيه للمتر. مش انت بتقول مديون للبنك وعايز يسدد؟ اه. ما تديله ال 500 اللي طالبهم. انت عارفه 100 جنيه دول هيوفروا قد ايه؟ هيوفروا 500,000 جنيه. يا استاذ مصطفى بيه، فكها على الناس شويه عشان ربنا يفكها علينا. انا ما شفتش كده ابدا. بس انا شفت كتير. من فضلك يا استاذ مصطفى نبتدي الاجراءات من الاسبوع اللي جاي ده بعد ما اشوف الارض وتعجبني. وعندك تصور واضح عايزه ايه في دار الايتام؟ نفسي من ساعة ما يصحوا من النوم يبصوا على جناين ومناظر حلوة، يدخلوا فصول فيها ناس تحببهم في الدراسة. نفسي أعمل لهم مسرح يحققوا فيه كل اللي هما بيحلموا بيه، يمارسوا هوايتهم وهم مبسوطين، يغنوا، يتعلموا مزيكا، يرقصوا. عايزاهم يرجعوا على اوضهم الحلوه النظيفه، يناموا وهم مبسوطين ان هم عايزين يحلموا. نفسي لما يبصوا ويشوف طفل زيهم ماسك ايد ابوه محسش بالفرق اللي بينه وبينه. الحرمان ده حاجة صعبة قوي. عايزهم لما يخرجوا من المكان ده يحسوا ان المكان ده في ذكريات حلوة ليهم، يحس ان المكان ده خرج منه انسان مفيد لبلده زي اي طفل عاش مع اهله، يبقوا قادرين يعملوا حاجة في مجتمعهم خليهم فخورين ان هم عاشوا في المكان ده. مين قال انه فاقد الشيء لا يعطي؟ احنا لو اديناهم الحنان والعاطفه اللي هم محتاجينها هيكبروا وهم حاسين انه عايزين يدوا ده للناس اللي حواليهم. لا يا فوزي، انا مستحيل انسى البنت دي. دي مش بس نصبت على أهم عميلة عندي، دي وصلت لي أنا شخصياً وبتهددني.
انا قدامي طرف خيط لو مسكته هجيب البت دي هي والعيال اللي معاها. البت دي اكيد بنت سيد مستكه وهو بيغطي عليها. صباح الخير. صباح الخير. وصلت لايه؟ شهادة الوفاة دي سعادتك. شهادة وفاة ياسمين سيد مستكة. كان عمرها 7 سنين. توفت في حادثة عربية. شكرا. أنا رأيي تفكك من البنت دي والعيال اللي معاها. المهلة اللي مديها لك العميل بتاعك خلصت النهاردة. دي أول عملية أخرج منها خسران يا فوزي. انسى يا أمين عشان تعرف تعيش مرتاح. انسى إزاي؟ بيهددوني بمراتي وبنتي في شنك. دول بيوصلوا لك انهم صيع. لو عايز رايي فكك من العيال دي. حاول تاخد لك اجازه يومين كده تتبسط انت ومراتك وبنتك. ربنا يعوض عليك بقى في العميل اللي خسرته. ايه اللي جابك؟ هو ما كانش في ميعاد بينا هو البايك؟ يلا بعتبر انك نسيت ولا جاي فكرك انه مهلي خلاص خلص. بص يا استاذ جابني، انت دخلت بيدي فعولها لك في وشك. ولا انا ولا حد شايل اسم هدايا هيشتغل معاكم. يو جارت؟ لا ما وصلت، لانه رسالتك لو بدك اياها توصل مثل ما هي اكيد ما انك مقدر حجم الخسائر اللي راح تخسرها. خسائر عندي ولا عندكم انتوا؟ ما تخلينا نلعب على المكشوف، ما عندنا وقت نضيع، احنا مطرنا كتير. كلامي معك خلص ومش عايز اضيع وقتك ومش هرجع في كلامي. بس انت هيك تسلم لي عم تلعب مع الناس الغلط. بالعكس، بحب اختار عدائي كويس عشان اتبسط وانا بلعب معهم. اذا الحرب ابتدت يا عمر بيك. حظك حلو ان اخويا كمال ومراته وعياله مش موجودين. انا جاهز، ولا دي اول مره ولا هتكون اخر مره. اي واحد يقرب من بيتي هتدمر. اتفضل. What I like about my mom, she is cute. What I like about my dad, he works very hard. I want my mom to get me a cute girl to play with me. قولي لي عامله ايه في المدرسه؟ عندي شويه مشاكل في الماث بس مامي قالت لي هتبقي كويسه. صح، كل حاجه بتبقى احسن بالوقت. هتضلك تتعشى ولا مستعجل؟ رهف حبيبتي. نعم. ممكن تخشي اوضتك؟ لا انا قاعده لكم عشان ما تتخانقوش تاني. لا